الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إني أحبكم في الله. نقول الإرث أو التركة، التركة هو المال الذي يتركه الميت أو يخلفه لمن يرثه، للأولاد الفروع وإن نزلوا، للآباء الأصول وإن علوا، للحواشي الإخوة والأخوات. والإخوة والأخوات لهم أحوال كما بينا، إما من أب وإما من أم وإما من أب وأم، يعني أشقاء. نقول التركة هذه لها ضوابط وأحكام. إذا ترك الرجل التركة، فهذه التركة ليست في أول وهلة توزع، لا، التركة يتعلق بها حقوق، هذه الحقوق ما تتركها، لا يمكن أن توزع التركة والميراث قبل وجود هذه الحقوق ومعرفة هذه الحقوق. وكثير من الإخوة يقعون في هذا المحظور، يوزعون التركة دون أن ينظروا إلى هذه الحقوق فيقعون في الإثم والمحظور. أقول الحقوق التي تتعلق بالتركة خمسة أو أربعة. أولا، مؤنة تجهيز الميت. الرجل الذي ترك هذا المال تتركونه وكذا، ما أحد يغسله، ما أحد يكفنه، كيف ينزل إلى القبر؟ إذن مؤنة التجهيز. الثاني، الديون، وسنبين الفروع اللي عليها. الثالث، الوصايا. ثالث، الوصايا. الرابع، الإرث. الرابع، الإرث. أربعة، بمؤنة التجهيز، الديون، والوصايا، ثم بعد ذلك الإرث. أقول مؤنة التجهيز على من؟ على التركة، وتقدم دون أن توزع، وتقدم على الديون. هذا قول الحنابلة. الحنابلة يرون أن حق الميت كحقه حيا، وأنه لإكرامه ميتا لابد أن تجهز أو يجهز من التركة قبل أن تقسم وقبل أن يخرج منها الديون. والأئمة الثلاثة قالوا بل الديون تقدم، وهذا الراجح الصحيح من الأثر ومن النظر. أما من الأثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي على رجل فاستدار قبل أن يكبر، فسأل عليه دين؟ قالوا نعم. فقال أترك وفاء؟ فقالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. هذه أول ما تبين عظم حق الدين. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشهيد يغفر له كل ذنب عند أول دفعة من دمه، إلا أكمله، إلا الدين. قال أوصاني بذلك من؟ جبريل عليه السلام. فغلظ مسألة الدين أنه يحبس في قبره ولو كان في الفردوس الأعلى، لا يمتع حتى يسد عنه دينه. فلعظم الدين يقدم على المؤنة، لا سيما وأن مؤنة التجهيز هي واجبة على أوليائه، واجبة على الورثة، واجبة عليهم، يعني إن لم يترك تركة ولا وفاء فهي واجبة على ابنه، واجبة على أبيه، واجبة على أخيه، بالتبعية كما بينا السياق في التقديم، فهي واجبة عليهم. فإن لم يستطيعوا فهي واجبة على من؟ على ولي الأمر، على بيت مال المسلمين، واجبة على بيت مال المسلمين. فلطالما لها المخارج فلا بد أن يقدم الدين، فالصحيح يقدم الدين. طب إذا قدمنا الدين فما هو أقسام الدين؟ أقسام الدين ثلاثة: دين لله، ودين للخلق، دين للخالق ودين للخلق. دين الخالق ك يا رب يكمله، ها، الصيام. الصيام يا أبو معاذ بكام الصيام؟ بخمسين ولا بستين؟ طيب، ديون الله جل في علاه. ديون الخالق، ها، كالزكاة أولا، صحيح. الثاني، دي الفرض الأول عين، كالزكاة، ك
الكفارة صحيح ك النذر ك الحج إن الحج عبادة بدنية وعبادة مالية فمن نفقاته، فإذا ديون الله لا في علان، والثاني ديون الخلق. أقول يبقى إذا عندي الديون ومؤنة التجهيز، وهنا الوصايا، وهنا الإرث. جيد، الديون سنخرج منها أسفل. أولا ده الرأس، دين الله، ودين الله زكاة، حج صح، كفارة، نذر، دي ديون الله جل في علاه. الثاني ديون الخلق، هذه الخريطة لابد أن نخرج منها سهم طويل. ديون تتعلق بعين التركة، يعني إيه بعين التركة؟ رجل ترك مالا لأولاده للفروع والأصول والحواشي، هذا المال يمكن أن يكون سيارات، ممكن أن يكون عقارات، ممكن يكون أراضي زروع وثمار، ممكن أن يكون دراهم ودنانير صحيح؟ فنقول هذا المال الذي تركه عليه دين في هذا المال، هذا الدين منه دين يتعلق بعين التركة، الأرض التي يملكها كان قد استدان دينا يحتاجه فرهناها عند صاحب الدين. إذن الدين المتعلق بعين التركة أن تكون الأرض رهنا أو تكون السيارة رهنا عند أحد، ده اسمه دين يتعلق بعين التركة كالأرض أو السيارة، ما ده يسمى إيه؟ رهنا. يطلع سهم صغير كده بقى ديون مرسلة، يعني ديون معروفة وفيها شيكات لكن ما في رهونات، ما يرهن صاحب الأرض أو صاحب السيارة أو صاحب العقار ما رهن شيء، يبقى دي غير متعلقة بعين التركة، مفهوم؟ يبقى هذه التركة إذن الديون. يأتي هنا وصايا، والوصايا لها أسهم، سهم هنا يقول وصية لوارث، سهم الثاني يأتيني يقول وصية لغير وارث. الإرث، الإرث نقول إرث بنسب وإرث بمصاهرة. الخريطة العمومية فهمت الإخوة الأفاضل؟ إرث بنسب وإرث بمصاهرة. نأتي لأول شيء، التركة للتوزيع، لا يمكن أن توزع التركة حتى تنظر عن شمالها، عن الديون المتلتلة هذه، فلا بد أن تقول إذا أردت أن توزع انظر إلى الحقوق، أولا حق الله، ثانيا حق الخلق، حق الخالق وحق الخلق. بمن نقدم؟ بعدما أقر الورثة لا يقسمون التركة حتى يعطوا كل ذي حق حقه، قالوا ننظر في الحقوق حتى نؤدي هذه الديون، فنظروا فوجدوا حقا للخالق ووجدوا حقا للمخلوق فاختلفوا فيما بينهم. بمن نقدم؟ من الذي نقدمه؟ حق الخالق ولا حق المخلوق؟ اختلف أصحاب الإرث، الفروع والأصول اختلفوا، فجاء الفقيه فقال اختلفتم كما اختلف الفقهاء. الفقهاء اختلفوا نعم، فالحنابلة يرون، الحنابلة أو الجمهور يرون دين الخلق يقدم على دين الخالق، قالوا نبدأ بدين الخلق. قلنا لما؟ قالوا لأن الأصل في حقوق الخلق المشاح، ما فيش مسامحة أبدا. أطول آية أنزلها الله في كتابه آية الدين، فإذا كانت أطول آية هي آية الدين فالأصل في حقوق العباد عدم المسامحة المشاحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل. لما؟ لأنه لا يمكن أن تزول قدمه من عند الله جل في علاه حتى يقتص منه لإيش؟ لصاحبه. قالوا ولذلك قدمنا ديون الخلق. فجاء الشافعية فانبروا فقالوا عندكم من الدليل النظر وعندنا الأثر، بل نقدم حق الخالق. قالوا كيف ذلك؟ فإن الأصل في ديون الخالق أو الأصل في حقوق الخالق، أصل في حق الله ها المسامحة، ده الصحيح، الأصل في حق الله المسامحة. قلنا نحن معكم، لكن عندما ننظر في الأثر والنظر لابد، وإن كانت وجهة النظر قوية الأثر هو الذي ندور معه حيث دار. فقالوا عندنا أثر يقدم حق الخالق على حق المخلوق. قالوا فما هو؟ قلنا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم
لما جاءت المرأة تقول يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم، وفي رواية أمي ماتت عليها حج، أفأحج عنها أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين هل كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقد الله، والشاهد سيأتي، فالله أحق بالقضاء. فهنا النص الصريح قال صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالقضاء، وهنا أحق تدل على إيش؟ على أنه لابد أن يقدم. لو هناك حق الله وحق المخلوق، فحق الخالق أحق أن تقضيه ثم تنظر لحق المخلوق، فالله أحق بالقضاء. صراحة القولان فيهما قوة عظيمة جدا، لأن العباد لا تزول القدم حتى يقتص كل واحد منهم، لكن نحن بما أننا زعمنا أننا لا ندور إلا مع الأثر حيث دار، فالأثر إذا جاء بطل النظر ولا يمكن أن نأخذ به، ونقول الراجح الصحيح حق الخالق يقدم على حق المخلوق، وإن لم يفي من التارك حق المخلوق نقول يرضي الخالق المخلوق عن هذا المدين يوم القيامة عنه، يعني يرضي يوم القيامة حتى لا يقتص من حسناته. يبقى إذن الصحيح الراجح أولا سننظر في التركة بعين الدين، وننظر في حق الله زكاة حج نذر كفارة تخرج من مالي. الزكاة إذا كان عليه زكاة لابد أن تخرج الزكاة، إن كان عليه حج يأتي وليه فيحج عنه ومن مال التركة يخرج، أو أنه يؤجر غيره إن لم يستطع هو أن يذهب، على خلاف فقه بين العلماء ولسنا بصددي. قال الوارث قد انتهيت من دين الخالق ولله الحمد وبقي خير كثير، ماذا أفعل؟ قلنا انزل درجة وانظر إلى دين المخلوق. فدين المخلوق هنا عندنا دينان، عندما نظر وجده قسمان. القسم الأول ديون تتعلق بعين التركة الرهون، وديون مرسلة لا تتعلق بعين التركة، فنقول فك عين التركة أقوى من الديون المرسلة. لما؟ لأن الأرض 500 فدان، والآن الورثة 5 كل واحد يأخذ فدان، صح؟ 100 فدان. طب كيف يقسمه إن كانت مرهونة؟ لا يستطيع. فعلي أولا أن يفعل إيش؟ أن يفك الرهن بأن يسد. يبقى إذن يقدم الديون المتعلقة بحق التركة. قالوا قدمناها لأننا نريد أن نوزع التركة، فنظرنا فإذا ديون مرسلة قلنا لك الديون المرسلة اقضيها. وأيضا ينظر في ذلك فقهيا، لأننا مش بصدد الفقهيات في هذه المسألة. بعدما قدم الديون المتعلقة بعين الإرث أيضا قدم المرسلة. المرسلة ما وفت، نقول للذين لهم المال يتحاصون. يعني يتحاصون؟ أيوة، يتقاسمون بينهم كل واحد بحصته، 5 بخمسة أسهم كل واحد بحصته. وأيضا لسنا بصدد التفصيل في هذه المسألة. انتهى الوارث بنظري إلى الديون، انتهى من دين الخالق وانتهى من دين المخلوق، قال إذن أوزع. قلنا لا توزع حتى تنظر في أمر آخر، ألا وهو الوصايا. قال الوصايا لما؟ احنا قلنا خلاص التجهيز على الراجح الصحيح أنه هيكون بعده، يعني احنا الخلاف كله كان التجهيز يكون الأول أم الديون الأول، فرجحنا الديون الأول، يبقى الثاني هو التجهيز. بعدما انتهى منه ذهب إلى الوصايا، فقام القائم قال أخطأتم فيما فعلتم. قلنا لما؟ قال قدمتم الدين على الوصية وخالفتم كتاب ربكم. قلنا كيف ذلك؟ قال قد قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها، فقدم ذكر الوصية، وقد قدمتم أنتم الدين وأخر ذكر الدين، فكيف تؤخرون ما قدمه الله وتقدمون ما أخره الله؟ إذا أخطأنا في الأول، فكيف نعالج هذا الخطأ العظيم؟ فاهمين الإشكال؟ الآن جاء الفصيح الذي يجلس بجانب الوارث، قال له ماذا فعلت؟ قال قدمنا الديون. قال قدمت الديون على الوصايا؟ قال نعم. قال كيف ذلك وقد قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ فقدم الله الوصية وقد أخرتها أنت، وأخر الله الدين وقد قدمته أنت. أو للتخيير، ليست للتخيير، هي للتنويع. قضى النبي أن الدين قبل الوصية، لحديث متأكد. حديث من هذا؟ أهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالدين قبل الوصية؟ ما لي بكم نائمين،
أو منتبهين مندهشين متعجبين. أي أمور؟ الرجل خلاص استدل بقضية خاصة فصل في النزاع، لكن سألته ينسب للنبي؟ قال نعم هذا حديث. قلت عن من؟ سكت. تقرونه ها في الصحيحين، الحمد لله على موت البخاري وموت مسلم، الحمد لله أنهم ليسوا أحياء في عصرنا هذا، وإلا سيرجمون بالحجارة. لا نعم دايما حق هذا في الصحيحين، لكن أنا أتكلم عن هذا الحديث. ها حديث علي بن أبي طالب، هو حديث حديث علي بن أبي طالب قال قضى رسول الله، لا تفرح كثيرا لأنه ضعيف ضعيف ضعيف، المتقدمون كلهم ضعفوه، السنة ضعيف، حديث فيه مقال. قال علي بن أبي طالب قضى رسول الله بالدين قبل الوصية، وقضاء رسول الله فيه حجة على التقديم والتأخير. فنقول إذن لما قال الله أو ما رتب، وكان مراد الله غير معلوم لنا، فجاء الرسول بقضائه فأعلمنا مراد الله من الآية أن قدم الدين على الوصية. وإجماع أهل الأمة هو الذي نحتج به، أجمعت الأمة على أنه التركة، يعني التركة الإرث لا يكون إلا بعد تقديم الدين ثم الوصية. طيب ما الحكمة لو قلنا بصحة الحديث؟ ما الحكمة أن نقول قد قدم الله في الذكر الوصية على الدين؟ الحكمة ظاهرة جدا، الوصية واجبة وجوبا حسما حازما، والدين نافلة من النوافل أو سنة من السنن يمكن للإنسان أن يدفعه وممكن أن لا يدفعه، والإخوة ما ينتبهون إلا بعدما أبتسم أنا، فعوني من الأول أنا واهم فاستدركوا علي هذا الوهم. نقول والحكمة من ذلك أن الوصية مستحبة، مستحبة صح ولا لا؟ مستحبة ولا غير مستحبة؟ مستحبة صحيح ولا لا؟ والدين واجب، وقاعدة العمومية عند أهل التفصيل العلمي أن الواجبات تقدم على المستحبات، فإن كانت مستحبة فإن القوم يستهترون بها ولا يعرفون عظمها فلا يقدمونها، يقول ننهي أنفسنا من الدين ثم نوزع التركة. فقال الله مبينا لهم حسما وحزما لا، حتى ولو كانت كذلك هي عند الله عظيمة فلا تبدلوها، وأدوا الحقوق إلى أهلها وأن تنفذ هذه الوصية. فإذا الوصية تأتي بالعين الثالثة الوصايا، والوصايا وصية لوارث واحد، لا تجوز لا يصح الوصية لوارث. رجل مات قال ابن محمد كان طالبا للعلم مجدا فينفع الأمة، وصي له بغير إرثه 1,000 أو 100,000، فلما وصى له وهو من طلاب العلم وقف ينظر إلى وصية أبيه فاختلج في نفسه أمور وقال هذه وصية أنتفع بها وأنفع الأمة، لكن العلم دائما يضرب في رأسي ويقول انتبه، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى الله لأهل الفروض حقهم فلا وصية لوارث. والصحيح الراجح في ذلك أن الوصية للوارث كانت معتبرة، قال الله تعالى في سورة البقرة أن الوصية كانت معتبرة للوارث. أيوة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن، هذا وجه الشاهد، للوالدين، ثم نسخت فلا وصية لوارث. الصحيح أن الإسلام نسخها بقوله لا وصية لوارث، يبقى هذه الأولى لا وصية لوارث حرام، لكن نقول أخرج منها سهما إلا أن يجيز الورث، وهذه دليلها حديث الدارقطني قال فيها بالتصريح إلا أن يجيز الورثة. محمد الفقيه بعدما كتب له أبوه 1,000 جاء الورثة قال حق لأبينا أن يميزه عنا فإن الأمة تحتاج له، قد أجزناك 1,000، فإذا أجزوه كانت الوصية صحيحة وتمضى، كانت الوصية صحيحة، وصية بالأثر تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجيز الورثة، وهذا السند أيضا متكلم فيه، لكن نقول النظر يوافق الأثر، النظر بأن هؤلاء الورثة لهم حق وأسقطوه، لهم أن يسقطوه أم لا؟ 1,000 للورثة، قالوا هذه 1,000 قد أسقطناها ما نريدها، هي لمحمد، لهم ولا ليس لهم؟ لهم. عندكم دليل من الشرع بذلك؟ أقرب المسألة، هل عندكم دليل أن من له الحق له أن يسقط هذا الحق؟ عندك؟ هات ما عندك. فمن عفى ماله عفى إيه؟ عفى عن إيه؟ فمن عفي له ها
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بأحسن أحسن. طب من الأثر لما إيش جيد نعم يقال به نعم صح أحسن نعم حديث أيوه أكل ولدك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على ذلك غيري، ممكن تستدل به لو كان أقر بعد ذلك، لكن أحسنت. ها لا يخطب أحدكم على خطبة، في رواية قال إلا أن يرضى، إلا أن يرضى، فهنا حقه وأسقطه، فإن رضي صح العقد بعد ذلك. فإذا بالإجماع أن صاحب الحق إذا أسقط حقه له ذلك. يبقى عندنا في الوصايا الحمد لله وصية لا تجوز لوارث، لكن تجوز متى؟ إذا أجاز الورثة، لقوله إلا أن يجيز الورثة، وبالإجماع على ذلك. تبقى السهم الثاني وهي وصية لغير، الوصية لغير الوارث هي الأصل، لكن لابد أن تحد أولا بالثلث لتصح، فهي بالثلث. لحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أترك مالي أو شطر مالي، قال له لا الثلث، والثلث كثير، ولذلك العلماء اختلفوا هل بالثلث ولا أقل، فبعضهم يشدد ويقول لا أقل، لقول ابن عباس لو غض الناس عن الثلث لكان خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فيبد أن يغض الناس عن الثلث. وصحيح الراجح أنها تكون بالثلث بالإجماع تمضى. الحالة الثانية فوق الثلث، من كان نظره تحت فليرفع بصره حتى يجيب، فوق الثلث لا حكم أو أحكام، من كان نظره إلى تحت فلينظر إلى فوق. تفضل. ها نقول الأصل في فوق الثلث أنها لا تصح إلا إذا أجاز، من وين؟ إلا أن يجيز الورثة، أو نقول بالإجماع على أن من كان له حق فأسقطه صح ذلك. الحمد لله، قد انتهينا من هذه المقدمات الأولية، وقد شرحنا الأسبوع الماضي الإرث بالنسب. الإرث بالنسب ميت، هذا الميت هنا أصول، تحت فروع، هنا حواشي. حواشي تكلمنا على الإرث في الأصول وبيناه، وفي الفروع وبيناه، وفي الحواشي سأرجع لكم بعدما أنتهي عشان يكون درس أيضا جديد. الإرث بالمصاهرة ده السبب الثاني، وإن شاء الله التفصيل حياتي في أسباب الإرث. بالمصاهرة هيديني سهم كبير جدا هنا، يسمى الزوج، يسمى الزوج. السهم الضعيف هنا هو مش ضعيف ده كبير، الزوجة. حالات إرث الزوج من الزوجة، هنا لها ولد، ثاني ليس لها ولد، نفس الأمر، له له ولد، ليس له ليس له ولد. فنقول أما إرث الزوج من الزوجة إذا ماتت الزوجة عن زوجها فلا، حالتان. فالحالة الأولى لها ولد، قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد قل للزوج لك الربع، قل للزوج لك الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما من بعد وصية. طيب الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية ليس لها ولد، هذه الحالة الثانية ليس لها ولد فلهم نصف. يبقى الإرث بالنسب بالمصاهرة، نعم، الزوجة لها ولد ليس لها ولد، الرجل الزوج له ولد ليس له ولد، خلاص. طبعا أنا أقول لها ولد وله ولد وليس لها ولد، هذا سواء إن كان منه أو من غيره. محمد تزوج هندا، وهند كان لها ولد من غيره، مفهوم؟ فإن كان لها ولد من غيره فماتت فله، لما؟ ليس بولده، قام علينا وصار سائرة، قال ليس بولدي هذا، أنا لي النصف. قلنا له لا، قد عمم الله، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، ولم يفصل إن كان منك أو من غيرك. فهنا على العموم، يبقى لها ولد ليس لها ولد، فلها ولد له الربع، ليس لها ولد فله النصف. نأتي للزوجة كيف ترث من الزوج، مات محمد وترك هند وترك له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. يبقى لها ولد منه أو من غيره،
محمد كان عنده أحمد ثم تزوج هندا ما أنجب منها فمات، فقالت اعطوني الربع، قلنا لا ليس لك إلا الثمن، قالت هذا الولد ليس مني هو منه، قلنا إن الله عمم فلم يفصل، قالت ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن، فاللفظ على العموم، مفهوم؟ طيب يبقى إذن لها الثمن. طيب ليس له ولد، الحالة الثانية ليس له ولد، قلنا ليس له ولد فلها الربع، ولهن الربع مما تركنا إن لم يكن له ولد. هذا إرث، الإرث بالمصاهرة، الإرث بالمصاهرة. إذن أنهينا المقدمات والأصول التي سنمشي عليها طيلة شرح المواريث، وأنا أقسم من ضبط هذه السبورة مع هذه المقدمة التي قدمناها الأسبوع الماضي في كيفية إرث الأصول والفروع والحواشي وأحوالهم قد ضبط حوالي 80% من الإرث، والذي سيأتي على التفصيل لتوسيع المدارك وإتقان مسألة التوريث بالتطبيق العملي في الميراث. أي سؤال على هذه السبورة؟ أي سؤال؟ نعم. الديون المرسلة اللي هي ما تتعلقش بعين التاريخ، مفهوم؟ نعم. طيب إذن نرجع للحواشي حتى لا يحزن الإخوة. الحواشي عندنا لهم أحوال ثلاثة، أشقاء من أم، خلاص، من أب. يبقى الحواشي للإرث أسهم ثلاثة، أشقاء من أب من أم. نأتي إلى إرث الأشقاء. إرث الأشقاء لهم أحوال، إناث خلص، ذكور خلص، خليط إناث وذكور، صحيح؟ ولكل حالة إرث. إن كان الأشقاء إناث خلص، مات زيد عن خمس بنات، مات زيد عن خمس بنات، ترك خمس بنات خلص، فنقول إن ترك الخمس البنات الخلص فإرثهن الثلثان، إرثهن الثلثان، لقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما، يبقى الثلثان للاثنتين، وأيضا فما على من اثنين وأنت طالع لهما الثلثان، يبقى إرث الإناث الخلص الثلثان. كيف يقسم؟ يقسم بالسوية، يقسم بينهم بالسوية كما سنبين في المسائل وكيفية تصحيح المسائل، لأن هذه الرؤوس، الرؤوس هذه يعني لا تتفق مع الإرث، فكيف تقسيم هذا في التصحيح عند المسائل كما سنبين. يبقى إذن إناث خلص واحدة لها النصف، يبقى الإناث الخلص أيضا سهم واحدة، سهم اثنان فأكثر، فإن كانت واحدة فلها النصف واثنان فأكثر فلهما الثلثان، خلاص؟ ما الباقي ده سيبه، انت عايز تاخده ما تبصلوش دلوقتي، هنوريك الباقي ده هيروح فين، لان الباقي فيه خلاف عريض بين العلماء هل يرد على ذوي الفرض ولا يورث اولي الارحام ولا اذهب لبيت المال، سيأتي ما تتعجل شيئا قبل اواني. اذا الحالة الاولى واحدة لها النصف، الحالة الثانية الناس خلص اثنان وفوق فلهن الثلثان، لهن الثلثان. طيب الاشقاء كل دول اشقاء، الحالة الثانية لهم ذكور خلص، مات عمرو عن خمسة رجال وترك قلنا الخمسة رجال يرثون كل المال بالسوية راس براس، ترك 5000 فلكل رجل 1000، يبقى إذن بالسوية ترك 5000 ومات عن 5 إخوة، نقول كل أخ منهم يأخذ ألفا. طيب ما الفرق بين توريث الذكور الخلص والإناث الخلص؟ أولا ما الدليل على هذا التوريث؟ ما الدليل على هذا التوريث؟ أي آية؟ إيش الآية؟ آية الكلالة؟ طب صبرا بس نشوف اللي ورا، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية دلالة على ذلك، لكنهم ذكور، أرأيت فيهم مخنثا؟ أرأيت فيهم أنثى؟ لا، ذكور الخمسة. وين آية الكلالة يا أبا معاذ؟ ما الدليل على هذا التوريث؟ أنتم أقررتم معي في المجلس بأن الخمسة وترك 5000 لكل واحد 1000، ما الدليل على هذا التوريث؟ عمرو أحسنت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا إن الإرث بيكون بالفرض والتعصيب، والذي يتحمل لنا كل التعصيب حديث
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى، وهؤلاء هم أولى الذكور فأخذوها بالتعصيب يعني كل المال، لكن هي رؤوس كثيرة فيقسم بينهم بالسوية. هذه الحالة الثانية للأشقاء. الحالة الثالثة مخلطون، إناث لو رجل واحد هيلتهم التركة كلها، ما تنظر لا يبقى لك شيء، يعني ما تطمع في شيء إلا إذا وصى لك الميت. أقول إناث وذكور، تخليط إناث وذكور، إناث وذكور. تأتي الآية اللي قال الأخ الكريم بها قول الله تعالى وإن كانوا إخوة وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. هذا الثلث يقسم بينهم بالسوية، والنوم عميق والفجر لم يطلع على الإخوة حتى الآن. دول إيش؟ دول إيش؟ هؤلاء أشقاء، والأشقاء ثلث. الأشقاء قال الله فيهم فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ. يبقى هنا التقسيم في الإناث والذكور بالتعصيب، يبقى التوريث هيكون بالتعصيب، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهينا؟ الإخوة الأشقاء فيهم شيء ثاني؟ التعصيب عصبة، ما احنا قلنا التعصيب، ها فين محمد الخامس؟ تعب من هذا التعصيب. بنوة أبوة أخوة أمومة وذو الولاء التذمة، هذا التعصيب. فللذكر مثل حظ الأنثيين يعني ملوش فرض مقدر، معناها لغة ملوش فرض مقدر، سيرث برأسه الباقي يلتهم. مفهوم؟ انتهينا من الأشقاء، وجدنا لا الإخوة الأب. الإخوة الأب أحوالهم كأحوال الإخوة الأشقاء فلا إعادة. الإخوة الأب أحوالهم كأحوال الأشقاء، مفهوم؟ طيب، وطبعا تفصيلهم سيأتي، كيف التعصيب ومن الذي يحجب من، حجب حرمان حجب نقصان، ده سيأتي. الثالث إخوة من أم. الإخوة من أم لهم نفس الحالات، إناث خلص وهي واحدة أو اثنان فأكثر، ذكور خلص إناث وذكور، إناث وذكور. يبقى عندي ذكور خلص إناث خلص. نبدأ بالإناث، الإخوة الأم، انظروا وانتبهوا لأن في فارق بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء. الإخوة الأم تكون واحدة، إناث خلص، نقدم النساء في الذكر مع أن هذا ليس بصحيح. إناث خلص فنقول لهم حالتان، الحالة الأولى واحدة، فالواحدة لها السدس، لها السدس، لها السدس. واثنان فأكثر شركاء في الثلث، قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فهو سوى بينهما فلكل واحد. طبعا كلالة لا أصل ولا فرع، وذي سيأتي في التفصيل شروط إرث الإخوة والأخوات. فقال فلكل واحد منهما السدس مما ترك، يبقى إذن واحدة إرثها السدس بقول الله تعالى، والذكور الخلص واحد أيضا السدس. فسوى هنا الشر بين المرأة وبينه، وهذه عجيبة، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين قلنا لا، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين حينما كان التعصيب، حينما كان التعصيب لما كان الرحم هو الذي يورث سوى بينهم، لأن كلهم سواء في الرحم، لأن كلهم سواء في الرحم. والدلالة على ذلك الأب من يحمل اسمه؟ الابن، يعني دهرا أمدا بعيدا تذكر أحمد بن محمد، يأتي زيد، زيد بن محمد بن أحمد، عمرو، عمرو بن زيد بن أحمد بن محمد أو محمد بن أحمد. لكن المرأة ابنها سيسمى باسم أبيها وفاء لأبيها، أبدا بإيش؟ باسم أبيه. مفهوم؟ يبقى إذا نقول هذه إذا كانت بالرحم سوى بينهم، أما إن كان بالتعصيب فرق بين الذكر وبين الأنثى. الحالة الثانية إناث كثر من اثنين فأكثر، هؤلاء شركاء في الثلث، شركاء في الثلث بقول الله تعالى. ما هو الذكور قلنا واحد فقط هو له السدس، اصبر بقى الآن، إناث خلص يبقى شركاء في الثلث. طب ذكور خلص شركاء في ايش؟ في السدس، في الثلث. متأكد؟ نعم. ولو كانوا ذكور خلص، ذكور خلص ها ارثهم شركاء في الثلث ايضا. طب ذكور وإناث شركاء في الثلث، ليش؟ يبقى الواحدة سدس والواحد سدس،
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وأكثر من ذلك عند الذكور شركاء في الثلث، وأكثر من ذلك إناث وذكور أيضا شركاء في الثلث بالسوية، ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين، بالسوية شركاء في الثلث. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، قال أكثر من ذلك وعمم، أكثر من ذلك إن كانوا إناثا خلص، أكثر من ذلك ذكور خلص، إن كانوا أكثر من ذلك ذكور وإناث، فيساوي هذا المعيار اللي هو ذكور خلص إناث خلص ذكور وإناث، يساوي قول الله تعالى فهم شركاء في الثلث، يبقى الثلث بالسوية. انتهينا انتهينا. الأسبوع القادم بقى إن شاء الله سنبدأ في التوريث فردا فردا، وبعد الإرث بشروطه وقيوده ندرب أنفسنا بالمسائل العملية، يعني على الأقل 5-6 مسائل تجعل الأخ يخرج وهو يورث وهو جالس، والله أسهل ما يكون. الأمور الصعبة فقط مسألة الجنين، مسألة التناسخ، هذه المسائل هي اللي فيها صعوبة فقط، والتخارج هذه مسائل فيها صعوبة فقط، لكن أنت 85% من الإرث ممكن تتقنه لو ضبطت معنى هذه المقدمة ونظرت في التفصيل في الإرث والتوريث. هذه آخر ما يقال في المقدمة وإعادة المقدمة من أجل الإخوة، وأيضا ما يتعلق بالإرث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خيرا.